السؤال الأول في هذه الحلقة، سائل يقول: رجل عنده 11 ولدا، ما شاء الله تبارك الله، زوج 9 منهم في حياته، بقي 2 لم يتزوجوا، انتقل الرجل إلى جوار ربه، هل نخرج من التركة قبل قسمتها بين الورثة ما يزوج به الولدان اللذان لم يزوجا في حياة أبيهم أسوة ببقية إخوانهم؟ الجواب عن هذا: ليس لمن لم يتزوج في حياة أبيه حق خاص في التركة قبل القسم. أكرر: ليس لمن لم يتزوج في حياة أبيه حق خاص في التركة قبل القسم، إلا إذا كان هذا عن طيب نفس وعن تراض من بقية الورثة وتشاور بينهم. لقد كان هذا التزويج من جنس النفقة الواجبة على أبيهم في حياته، وقد انقضى هذا الواجب بموته. لقد سئلت دار الإفتاء المصرية هذا السؤال فأجابت بما يلي: ليس للابن الذي لم يتزوج حق في تركة والده أكثر من نصيبه المستحق له من التركة، فإذا أراد الورثة كلهم أو بعضهم تطوعا أن يعطوا لهذا الابن جزءا من أموالهم من أجل زواجه فلا بأس بذلك، ويكون هذا من باب الفضل والتعاون على البر والتقوى المأمور به في كتاب الله عز وجل، ليس على سبيل الوجوب والفرض والإلزام.